الرياضة ديال السيرف هنا بشاطئ الرباط وات كتعرف واحد التطور كبير. شحال هذه كانت هذه الرياضة كتختصر على واحد فئة معينة من الناس ديال اللي كيمارسوها، ولكن دابا حاليا ولات هذه الرياضة تعمات ولات عدد كبير ديال الشباب ولا الناشئين ولاو كيبحثوا ويقلبوا باش يمارسوا هذه الرياضة هنا بشاطئ الرباط. وكتعرفوا هذه الرياضة هي على المستوى الدولي لقات واحد التطور كبير. الفكره باش بديت نسيرفي كنت كنصيد قبل، انا دونك ساكن حدا البحر قريب البحر، دونك اشاك فوا كنت كندوز من حدا الكلوب كانت تجيني ديك الفكره ديال بغيت نجرب هاد الرياضه، تنشوف الدراري غاديين بلي بلونش وتيجي وتيسيرفو، دونك جاتني الفكره مشيت انا نجرب، تقيت في كلوب كانش عندي ديك الساعه 13 عام صافي من تماك هي البليه دروك ديالي السيرف. كاين حتى لي مونيتور هنايا مزيانين حتى هما تيساعدوك باش تقدر تكمل، فهمتي؟ وحنايا دابا تنمارسوا هذه الهوايه هذه ولا هذا السبور هذا على طول السنه، على طول العام، العام كله. دابا راه شوف راه البرد وحنا راه كنعوموا عادي، زعما ما كاينش شي حاجه. تنسهروا هنا على لي زاتليت من الفئه الصغرى حتى الفئه الكبرى، وعندنا منهم الاجانب، عندنا المغاربه، وعندنا البنات. تنعلموا الدراري هنا حيت هنا البحر صالح للتعلم، حيت هنا ما كاينش داك الشور بريك اللي غيضرب في تشد لافاك تتسد، هنا لافاك محلوله تتمشي مقاده، يمكن للمبتدئ يتعلم في خاطره، ماشي بحال مثلا مشيتي لابلاس ديناسيو مشيتي لواد الشراط كاين تماك داك لي فاك اللي تتهرس، كاين الشور بريك تنسميو حنا الشور بريك. مشينا هذا البحر هذا ساهل والحمد لله، دابا ولا تيكون اقبال عندنا في البحر اكثريا يوم السبت والحد، وفي العطل تيكونوا لي زاتليت كثار منهم حتى الناس الكبار بحال 60 عام، تيكونوا حتى 60 عام تبارك الله 50 عام. من تلبس لاكومبينيزون ديالك وضروري من لي زيتيرمون لي زيشوفمون باش ما يشدكش كلاكاج في الماء، تجيك لارام مزيانه ترامي باش تمشي تشد الموجه ديالك، دونك ضروري لي زيتيرمون قبل ما تدخل الماء ضروري. المده اللي كترينو هي ما بين ديك ساعه ونص وساعتين، هي على حسب البحر كي دايرها. وثاني كان البحر مزيانه كنبقاو كنبقاو نشدو لي فاك، ما كانش البحر مخسر وما كيعاونش كنبقاو واحد السويعه سويعه ربع كنشدو لي فاك زوينين وكنخرج. السيرف في المغرب دونك على حسب ليستوار ديالو بدا في مهديه، بدا في مهديه دونك، والقناش في المغرب اللي كاينين فيهم لي فاك مزيان منهم مهديه شرطان الرباط، ولكن معروفة الموجة ديال أسفيم كلاسيها الخامسة عالميا هي لادروات البلو بارفيت. أكادير بيان سور راه تيقولوا ليه بارادي دي سيرفور، دونك تما كاينين لي سيرف كامب كاع لي تورست تيجيو تما تيسيرفو، الجو زوين في ليفاغ هاد الوقيشة إلا هبتي تما غادي تلقى الجو سخون بارابور لو نور ديال المغرب، وموجة بارفي دونك وكاينين بزاف ديال لي كونكورون ديال لي سيرف كامب تما لي سيرف سكول، دونك سي بوغ سا كاع لي تورست تيهبطو تماك باش يسيرفو. الطقس المناسب هو هاد الوقيتة النيت بحيث كيكون البحر هايج، ولا مشينا لمناطق أخرى في المغرب غنلقاو باللي اغلب ديال لي سبوت فيهم موشط 3 متر و 4 متر، دونك ما بين احسن لي سبوت في العالم. الستيل ديالي هو فري سيرف، فهمتي؟ كومبيتيسيون ما كراش، الحلم ديالي نشارك في شي كومبيتيسيون ديال بيغ ويف، بيغ ويف رايدر الى كشف ان شاء الله. وعلى حساب المغرب ما كايناش، دونك كاينه في البرتغال، كاليفورنيا، مافريك، هاواي، كاين بزاف ديال البلايص في العالم، هو خاص شويه ديال خاص توجد. بالنسبه لهذه الرياضه هي كتاخذ من الناحيه القانونيه نفس الوضع القانوني كتاخذوا اي رياضه، يعني من ناحيه التامين من ناحيه الحمايه القانونيه ديالها، هي كتختلف على انه سبور عنده علاقه بالماء، ولكن الى وقعت شي افات ولا شي اكسيدون ولا شي حاجه هكا في الماء كيكونوا تامينات اللي كتكون راه الاشاره بطبيعه الحال كنقلو كيقوموا بالعلاجات حتى كيرد الصحه ديالو، فما يكونوش فاهمين على ان مثلا شحال ديال لي سبورتيف ولا شحال ديال الناس كيسحب لهم التامين، انهم التامين كيقدر يامن لك غير الحاجيات ديال العلاج، مي من بعد حدك كترد صحتك صافي كتسعر في النشاط ديالك والامور كتبقى مستمره بهذا الشكل. فوالا، قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.